مرحبا، معكم كارمي شماس، واليوم بدي أحكي عن 4/5 حزيران. منه اليوم القمر مرافقنا من برج مائي برج السرطان، والجو صار أحلى للأبراج المائية مواليد برج السرطان، مواليد برج العقرب، ومواليد برج الحوت. كيف رح بيكون نهارنا؟ البداية مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل، من بعد ما قضيت 4 5 أيام عم تركض، حاسس حالك أنه نشيط، يمكن تعبت اليوم نهار لحتى تغطي شوي ولا تهتم ببعض الأمور يلي يمكن أهملت عن قصد أو عن غير قصد أمورك الشخصية. الجو اليوم متقلب، لكن اليوم نهار ممتاز لتهتم بالأمور الخاصة فيك. الأوفر حظا هي مواليد 10-11 نيسان أبريل، بالإضافة للأنشط 4-6 نيسان أبريل. كمل مع برج الثور. مولود برج الثور اليوم نهار بخليك تفكر اكثر ببعض القصص والحكايات اللي هي يمكن ماليه يمكن ما ماليه، لكن اليوم عندك روح النشاط والفضول الكافي لحتى تناقش لحتى تحاور، ويمكن ايضا هيدا نهار مناسب لكل انواع الامتحانات والزيارات والتواصل مع الناس. عندك سرعه خاطر كثير حلوه بتخليك تكون انت شخص مميز. الاكثر حظا بسبب تاثيرات كوكب الزهره هي مواليد 15 و16 ايار مايو. كمل مع برج الجوزاء. اليوم مولود برج الجوزاء، القمر موجود في البيت الثاني بالنسبة لك يلي هو بيت المال، وبالتالي ما غريب انه المشروع اللي انت فكرت فيه من يومين وثلاثة وعم تخطط له تحت تأثير هالقمر نيومون ببرشك اللي كان، عم تخطط لتقديم امتحانات لتنجح، عم تعمل حساباتك، عم تفكر بمسؤولياتك ومصروفك بحساباتك فعلا المالية وغيرها. فاليوم مولود برج الجوزاء انت شخص مفروض تكون عم بتحط مشروع، او المشروع اللي حطيته تحت تأثير القمر الجديد مفروض تكون بلشت او هلا عم تبلش تطبقه. اجواء جيدة بترافقك، وبتبقى المواليد الاوفر حظا 10-12 حزيران. كمل مع برج السرطان. اليوم مولود برج السرطان عم يحتفل بوجود القمر ببرجه، صفحة حلوة بالنسبة لإلك. الصفحة الجديدة هي اللي بتخليك تفكر أكثر وأكثر بشو الخط اللي بدك تمشي فيه، شو الأفكار اللي بدك تمشي فيها، شو طالع عبالك تعمل. الأجواء جيدة وحلوة، وبتسمح لمولود برج السرطان أنه يغير ويدخل لحياته اليومية وغير اليومية أمور جديدة. وصلت إلى قناعة معينة وعم تاخد بعض العبر، وبعد في بكرة أيضا القمر ببرجك، فمعليش أنه تفكر بمصلحتك وتاخد فعلا لازم ضروري مولود برج السرطان يبلش خطة ويبلش تطبيق خطة تخدم مصلحته الجيدة، إن كانت الأمور صحية أو كانت الأمور مهنية، ويبدو واضح جدا أنه في انفراج كتير مهم، خبر جديد أو خطوة جديدة. أما إذا كنت من مواليد 5 و6 تموز يوليو، كن حذر، طاقة كوكب المريخ قد تجذب لك المشاكل، سوء مهلك. كمل مع برج الأسد. الأجواء هادية اليوم عند مولود برج الأسد، ويمكن بتحمل خمول وكسل، ويمكن في تأخير. الأجواء اليوم عندك مولود برج الأسد يمكن بتخيب لك أملك، فكون حذر وتحط حالك بظروف صعبة، بعد عن المنافسة لأنه مش وقتها. أنت اليوم شخص يمكن ما تنجح بالمنافسات، فكون حذر. بتضل نسبيا الأوفر حظا 12-14 أب أغسطس. بنتقل لبرج العذراء. اليوم مولود برج العذراء يشعر بالارتياح شوي، في طمأنينة. مرق عليه يومين كانوا ضاغطين جدا جدا جدا، وكأنه يا أما هو بموقف محرج، بموقف مهم مثل امتحان مثل مقابلة، يا أما كان فعلا مقصر بعمل ما، أو موجود تحت ضغوط يمكن عائلية بسبب أمور عائلية أو شخصية. المهم اليوم مولود برج العذراء مرتاح أكثر على وضعه، الأجواء حلوة، الأجواء مريحة، الأجواء بتخليه يشعر بضرورة اندماجه ومشاركته في مجتمعه. أجواء حلوة بتزقف لك وبتشجعك، وكل ما حطيت إيدك بإيد الآخرين كل ما مشي حالك أكثر. الأكثر حظا 28-29 آب أغسطس، 12-16 أيلول سبتمبر. كمل مع برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان اليوم عند مولود برج الميزان واضح وكأنه في عنده مسؤولية كبيرة بدك تتحملها،
والتقصير ممنوع، الإهمال ممنوع. هالمسؤولية فيها تكون عائلية، فيها تكون شخصية، فيها تكون مهنية. الجو العام ممتاز، ففي احتمال أنه اليوم نجمك يقوى وتوصل إلى القمة، فما تنزع وما تكون مهمل. كلكم محظوظين بشكل خاص مولود 7 و8 أكتوبر. كمل مع برج العقرب. بالنسبة لك مولود برج العقرب وتحت تأثير وجود القمر ببرج السرطان، واضح انه انت اليوم شخص محظوظ وعنده حظوظ حلوة في التقدم وفي تخطي العقبات وفي يمكن حتى تسلق سلم النجاح. الأجواء حلوة كتير وبتخلي اليوم مولود برج العقرب يكون مختلف عن غيره، ناجح وسباق بعمله. اليوم بتقدر تطرح مشروع وبتقدر تروج له وبتقدر تشتغل له مع الآخرين، فقوي قلبك. بتبقى المواليد نسبيا الأوفر حظا مواليد أكتوبر، لكن كونوا حذرين مواليد 28-29 أكتوبر. بنتقل لبرج القوس. من بعد معاناة، من بعد خلافات، من بعد مواجهات، اليوم مولود برج القوس يشعر ببعض الارتياح، وكأنه هالمعاكسات، هالبلوك اللي كان موجود بوجهك اختفى. الأجواء اليوم أفضل وأريح، وبتسمح لمولود برج القوس يكون نوعا ما قادر أنه يتخطى هالصعاب، ولكن بدك تكون دبلوماسي وبدك تكون مرن وبدك تقدر تتخطى هالعراقيل بليونة وبمرونة. فمولود برج القوس بعد عن المشاكل بقدر المستطاع، وحاول توصل إلى نتيجة حلوة لجميع الأطراف. 12-13 ديسمبر بعده الأكثر حظا. كمل مع برج الجدي. بالنسبة لك مولود برج الجدي، يمكن تلاحظ انه في بعض الصعاب بتربك، لانه في شخص منه متفق معك، مع فكرتك، ما عجبته، او يمكن تكون انت فلان او فليتين مش عاجبينك، وفي احتمال انه الامور تمشي بشكل طبيعي لحتى فجأة تلاقي حالك بموقف محرج. المهم ما تعمل من حبة قبة، كبر عقلك وبعد عن المشاكل، ركز على شغلك. حتى ولو اضطريت تشتغل مع شخص يمكن يكون خصمك او انت بتعتبره خصمك. الاكثر حظا هو 26-28 ديسمبر. بنتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو، من بعد ما قضيت فعلا يومين حلوين كتير، انبسطت فيهم، ارتحت فيهم، تميزت فيهم، الجو اليوم بيرجع بردك على الشغل. لازم تشتغل، لازم تركز، لازم تمشي على المطلوب منك، ما تضيع وقت. نهار متعب، نهار طويل، لكن بقول لك من الاول انه نهار ممتاز، واذا بتحط مجهود بتلاقي مقابله الضعف، يعني اكثر واكثر، فما تضيع وقتك. بعض موالي برج الدلو يمكن يضطروا يهتموا باحد اولادهم. المواليد الاكثر حظا كلكم محظوظين بشكل خاص 3 او 4 وحتى 5 شباط فبراير. كمل مع برج الحوت. مولود برج الحوت اليوم نهار بتفرح فيه، لانه اليوم بيشيل الهم عنك. من بعد ما كنت عتلين هم باليومين اللي مرقوا، اليوم في طمانينه، في راحه، في ضحكه على وجهك، البسمه بوجهك، الاجواء مريحه، والاجواء بتخليك تحتفل بتقدم، بنجاح، وب تخطي لعقبة أو لمسألة يمكن تكون نفسية معنوية. المهم اليوم أنت مبسوط، واليوم أنت مرتاح، وفعلا قادر أنك تتميز بشغلك، باجتماعياتك، وبحياتك الدراسية، حتى مع أولادك اليوم في أفراح وفي مكافآت. بتبقى المواليد الأوفر حظا مواليد شباط فبراير، وفينا نزيد عليهم 1-6 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم، هيدي سنة حلوة، لأنه هيدي السنة بتقدم لك فرصة لحتى تغير بحياتك المالية، الاقتصادية، أيضا المهنية للأفضل، والدراسية للأنجح. هيدي السنة فيها تقدم، لكن انتبه يمكن فيها استثمارات ومصاريف، فكونوا منتبهين. حزيران، يونيو، تموز، يوليو، آب، أغسطس، أكتوبر، وشباط فبراير هن افضل الاشهر. بتمنى لكم نهار كتير حلو. عم حابة لكم انه عم طلع فيديو اخر باللغة الانجليزية، بتمنى منكم المشاركة، بتمنى منكم اللايك، وايضا اذا بتحبوا تشاركوه مع اصدقائكم بكون انا بكون لكم ممنونة. الى اللقاء مع ابراج يومية اخرى. باي باي.